فكالعادة ده يخرب شغلات. تتذكرون الحديدة اللي حطيناها على رجله هذه؟ نساها خلاص يعني، صارت جزء من عنده. سمنان الحج ميزو، شوفوا ما شاء الله ايش قد صاير سمين. الرجل شايلها بالهواء. رجع رجله، المهم سمنان ما شاء الله. ميزو كلش عجب الليمون زنجبيل مالتنا. اما الان ده ينظف منقاره، ينظف هنا همينا بكل مكان. اما الان فهو وقت التخريب مالته، ما يبقي شيء الا يجربه. اليوم الغيوم شوفوا شكلها ما شاء الله، ده تمطر وذولا سياراتهم شحطت وسيارتي يعني شحطت، وربكم استترها والله. طول عمري ما شحطه وياها هيك السياره، شنو هاي؟ ذولا هم شاحطين وطاخين بعض ما ادري. فالحمد لله هاي مو اول مره الله يحفظني من حادث. ايش قد اكو ناس رادوا يدعموني واني وخرت من عندهم، يعني هوايه قصص صايرت لي. وللعلم كل الحوادث اللي اني صايرت لي بحياتي هي اخطاء المقابل مو خطائي، يعني ولا حادث انا كنت السبب ما عدا مره دعمت رصيف بتركيا. اليوم الله وكيلكم يمكن السياره تزحلقت 10 امتار. طول عمري ما مزحلق هيك زحلق، عبالك على جليد الزحلقت. الساعه 11 بالليل والدنيا برتقاليه اليوم، اما منا الدنيا بيضة. اليوم يا اصدقائي عندي مهمه تنظيف القفص الخارجي مال ميزو، فتنظيفه كلش سهل، مجرد ماي قوي وتنظفه وخلصنا. فايد تقدرون تقولون كل شهر مره واحده فقط، وطلعت اخو جديد على مود ما يتنقع الافندي ميزو. انا حاط له هذا وهو قاعد يقطع بي ويريد يخربه. لما كان القفص وسخ بي وصاخه، وكان حتى حشرات كان ما يقبل يدخل. ورا ما نظفته هسه عجبته القعده بالقفص. اليوم جيت اتسوق، وانتم كلش دائما تحبون المسواق وتحبون اصور لكم المسواق، فراح اراويكم كل شيء راح نتسوقه. الاشياء الصحيه تدرون هذا كلش صحي المايونيز، يعني ما يحتاج احكي ابد ما تكذب. اما من ناحيه الحفاظ على الاسنان وسلامه الاسنان سوري، فراح اختار هذه كل انواع الحلويات بوحده. بالنسبه للمعلبات فهذه كلها جريت فاليو، انه صناعه وول مارت. هذا كلش احبه فوق الاكل اللي هو البصل المشوي، وهذا الكوكونات ووتر همينه مفيد وانصحكم به. وهذول بما انه زجاج يصيرون هواي اطيب، راح اجرب كم واحد لان هاي ماركه جديده راح اجربها، وهذا هم اول مره راح اجربه. وهذا نفس النسكويك تحطوه ويا الحليب الحار يصير يخبل، وهاي راح اشتريها من اجل التجربه. كلش سلاشي او ما ادري شلون، وهاي ويا الكوفي او الشاي حليب، وهاي شغلات كلها يعني حبشكلات مال شاي وتشاي، فاختاريت هاي. هاي همين عمي، هاي كنت احبها بالامارات، همين طعم موز طعم ستروبري، وهذا اللوكال مال تكساس العسل الزين. ومن بين الشيبسات اختارينا هذا. فهاي اجنحه الدجاج مال بافلو تخبل تكون كلش حاره، فحتى الوول مارت يصنع منها. فاكثر مسواقنا شغلات مال وول مارت. هاي باقي المشتريات، وهذه الوايت تركي اللي هو هذا اللي مثل الديتش، وبالجبن دائما اختار جبنه على قدنا. وهذا المسواق منا مال شهرين للعلم يعني. احس روحي دا اسوق سياره واكو تصليحات على الطريق، لازم اخفف السرعه. وبالنسبه للحساب طلع 200 دولار. ثانك يو. دائما يشيكون كل شيء ورانا. هسه هاي الشغلات كلها اللي تسوقناها اللي تكفي شهرين اذا من العربي كان هسه تطلع اقل شيء 500 دولار. ما شاء الله على السياره من بعيد لونها هيك ياخذ العقل ما شاء الله، الله يحفظها. فهاي فائده الجنطه الكبيره، شوفوا كفت كل الغراض وتكفي بعد اكثر ما شاء الله. فانا المحل العربي اجي منه اشتري بس الشغلات اللي كلش احتاجها منه اللي صدق عربيه وبس موجوده هنا. عندكم هاي الحلويات البنغاليه، عندكم هاي اطيب شيء، وهذه سموع بالحرق، هاي عبالك سكر هيك راشي. فهيك شغلات مثلا وبقدب سمينا يعني الوول مارت، وهاي ما يبيعون هاي الشغلات فبس بالعربي. فاللحوم الحلال همينا اكيد وقت الشوي كلش نحتاجها. وعندكم هذا الحب المصري اللايت، من دون ما افتح اللايت اصلا هو مليت يعني. ما شاء الله صاير يكرز مثلي اسرع مني، لا ويدور سريع، ويعني تغير كل شيء، كل شيء تغير ما شاء الله عن من زمان. تتذكرون فلوقات زمان؟ حجمه صار اكبر، مناعته صارت اكثر، وصاخته صارت اقل، اكله قام ياكل اقل، ازعاجه صار اقل، قام يقعد بمكانه، اللعب مالته صاير احلى، انه بالقفص يتحرك اكثر يعني بذكاء، يشقلب يسوي فيكات هيجي، وانا نفس الشيء تعودت عليه اكثر، تعلمت اكثر، صرت اعرف شيري، صرت افتهم عليه هواي شغلات. وهسه نزل وتعلم يصعد من هنا ويطلع فوق، وينزل من هنا ويدخل جوا ينام وكل شيء يعني. شو تريد؟ ها ميزو عجبتك المروحة؟ حتى ورا ميزو. اظفر انطخ لك عاش. راح اروح للشاور وافتح الشاور واتصور، راح يتشجع يحكي اكثر. قال ميزو سمعت له لا بابا. قال ميزو هاي عظمة الحبات، تتذكرون قلت لكم بس راح يكبر؟ ان شاء الله راح ابدي احط الياه بالقفص ويبدي يعضعضها وتعطيه كالسيوم وتقوي حلقها همينة، ويعني هيك ينظف بها حلقها بنفس الوقت هم. ولك ركبت لك هاي ارجع. ما يحب القفص ابد، المهم ركبت الياه مثل ما انتم شايفين هناك، وهو يبدي يعضعض بيها وتفيده كلش. حطيت له الالعاب مالته هنا وتخبل.
قام يصرف طاقته بشكل مو طبيعي. وشوفوا لما راح يشوف هاي بحلقي ايش راح يسوي. ميجو شوفوا لي هسه ياخذها من حلقي. لك هاي مال بابا، تريد تسبوك مال بابا؟ شوفوا لك لك هاي فيها حلقي. هاك هاي اللعبة مالتك، هاي مالتك ومالتي هاي، اوكي؟ فعقله عقل الطفل يعني. فدائما انوع له بالالعاب، انوع له باماكن الالعاب، دائما اغير له جو، دائما اغير اماكنه، يعني دائما احاول اسوي له شيء جديد. اليوم ميزو راح اجيب له مفاجأة اسطورية. ها ميزو، جاهز للمفاجأة الاسطورية؟ اليوم راح نفاجئك اقوى مفاجأة بحياتك. ها ميزو، شلون الاجواء الشاعرية؟ يلا نار، الوان، روح. روح حتى تنشوي. المفاجأة مال ميزو تأجلت إلى باكر. ميزو يعشق هذا المكان ودائما يقعد ويتفرج تلفزيون هنا، يظل مركز ويظل يباوع. تقولون سجين إنه مننا يشوف الحياة بعيدا عن حياة السجن. حتى ميزو السجين يشوف زين، قاعد حتى هاي يريد يشيلها ويقطعها. لك انت شبقيت لك وكافي انزل. شوفوا حتى هاي مقطعها من هنا معضعض شغلات وبس يخرب هنا. لك شنو انت؟ يمكن عباله مثل المساجين اللي يحفرون، عباله هو ده يحفر وبالنهايه راح يطلع. ما يدري اكو شباك. لك اكو شباك والله. لو ايش ما تسوي والله، ترى بعد ما تطلع من الغرفه عادي يعني، ترى دير بالك يعني. ايش ما تسوي مجرد انت تشيل ورق حجي اوكي، راح نضل سجين، ترى راح نضل سجين اوكي. يا معودين حتى الحائط مخلص منه. وللعلم هاي ننزل ونصعد بها البردة قاطعها قطع، يعني هذا قطع كله. هاي اكل السهرة مال اليوم. وهاي البطاطا اكتشفت انه ميزو يعشقها عشق، يعني هاي كلها الصراحة ياكلها يخلصها بكل سهولة بثواني. فاني كل شيء اكل منه اوكله، يعني صدق فول مدلل هذا. شوفوا شلون بثواني قضى عليها. اليوم دا اجيب قطع الكورفت، شوفوا القطع ما تخلص، حتى هاي كلها ماتي هاي. والانفينيتي كيو 60 خلصت كل شيء، بقى بس فتشي مال مي مال المهم قطع ناقصه واحده اللي هي هذه مكسوره. فهاي كلها قطع والسياره راح تملي. هسه الصندوق انترى الصناديق. هاي يا اصدقائي اخر قطع او اخر قطع الكورفت، ان شاء الله ما تطلع لنا قطع مثل ما اليوم طلعت لي قطع الانفينيتي مثل ما طلعت لي قبل وقبل. كل يوم تطلع لي قطعه جديده. مصاريف هاي القطعه الجديده سعرها $250. ما ادري شلون حلقاها ارخص، ما اعرف. اوكي هذا البوكس هالقد ما كبير، مدى يدخل للسياره. شوفوا هي بالاخير قطعه هالقد دوتها، يعني بوكس ايش كبره وهاي القطعه هالقد دوتها، ليش حاطها بيجي بوكس؟ ما ادري. بس هذا البوكس لازم تحتفظون به، ما تقدرون ترجعون القطعه، تدرون اذا طلعت غلط او شيء بدون البوكس. اذا ماكو بوكس ماكو ترجيع. هاي شغلات تعلمتها همينه بالقطعة يعني. والسياره انترست الابو موزه بعد، هاي ماكو مجال خلص. فهاي كل فترة هاي الشركة يعدهم سيارات جديدة. فهاي مثل السونيك بس يسموها سبارك، كلش حلوة ألوانها ما شاء الله. وعدكم هاي الكامارو همين لونها مميز حلو والله. نسيت أرويكم البارحة كله أنا وأبويا كنا نشتغل على هذا الباب القاطع اللي يقطع البيت إلى وصلتين. فهذا الباب من أمازون سعره $52 فقط، كلش حلو. شوفوا شلون هاي الخشبة إحنا صبغناها البارحة وركبناها. فهاي $52 طلعت مكسورة منها أنا كسرة كلش صغيرة اللي هي هذه. فقدست لل امازون مجرد انه اختاريت ريتيرن ايتم انه مضروبه او مكسوره ديفكتيف، كان يدزوا لي الريفند كليته $52 وقالوا لي احتفظ بيها. يعني هذا كاختصار هسه الان مجانا، تخيلوا. فانت بامريكا من حقك اذا الباكج مضروب او متاذي او الشغله مكسوره تشتكي عليهم، يرجعوا لك نص الفلوس او يعطوك هديه او يقولوا لك رجع الشغله او يعطوك الشغله ويقولوا لك هاك فلوسك همينة. فما ادري اذا هاي الشغله فقط بامريكا عندنا اياها، لو موجوده عندكم كل الدول. وهاي الكاميرا ضاعت بطاريتها الثانية، كان عندي بس 2 ويا دوب يكفوني بالسفر، فاشتريت بطاريات اللخ ووصلت اليوم الحمد لله. وهي مجرد بطاريات لكن طريقة الاحتفاظ بها جدا جميلة، وبطاريات قوية ويجي وياها الشاحن، لأن بطاريتين اثنيناتهم إذا بدون الشاحن نفس السعر، فقلت ما يخالف أحصل شاحن ثاني. وهي طلعت شباب تشحن 2 بنفس الوقت، يعني كلش راح تسهل حياتي. بالمناسبة هذا بالمغناطيس يكمش كلش زين. وهذا المجال الفوق على مود فتحة التهوية، لازم يدخل منها هواء. عندكم هاي راح اشيلها كلها على مود حجي ميزو، على مود يتونس ويرتاح ويقعد يقضي وقته هنا بدل ما طلع بالحديقه بالاجواء البارده، لان هالفتره دا تصير الاجواء بارده. فهاي كلي تشلتها كلها على مود الحجي ميزو. هسه يموت فرح. شوف والله العظيم هاي بالنسبه له مفاجاه العمر. ها شوف شلون يباوع. هاي بعد شو تريد؟ هسه اشوف السيارات والعالم كلها. لك اكو شي ببغاء مثلك مدلل، لك حتى هاي سويت لك اياها، بعد شو تريد؟ هسه 24 ساعة تشوفوه لازق هنا يتفرج، وهاي يموت على هذا المكان يعشقه، فلذلك قلت خل اشيل اللي هي خطية. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.